ايه رأيكم نعمل بريك؟ حاجة جديدة كده. معجنة العجينة اهي، عجنة العجينة، معلقتين زبادي، معلقتين زبدة، معلقة خميرة، شوية مية دافين، ودقيق، ورشة ملح. عجنتها وخمرت تمام. معايا الصينية هحط فيها ايه؟ الطبق ده فيه بطاطس مهروسة، فلفل الوان، وشوية عصاق، هما دول اللي هحشي بيهم العجينة. شوفوا معايا كده، هاتين ايدي زيت وانا دهن الصينية اهو. هاخد من العجينة، هاخد من العجينة كورة، فرتها مستطيل كده، هاخد من الحشوة ولفها بالشكل ده. وحطها في قلب الصينية كده. وحطها في قلب الصينية كده. وحطها في النص كده عشان هعمل واحدة عليها. اعملهم بالمنظر ده كله. اخد حتة من العجين. وفرت. افرت بكف ايدي كده. كف ايدي كده. لو حتة اتقطعت منك تعجيها عادي. حط شوية من الحشوة. واتني بالمنظر ده كده بالراحة كده، اتعامل مع العجينة بالراحة. واحطها حوالين اللي انا عملتها تمام. انضف الصينية بتاعتي. هعملهم على اثنين. الصينية اللي انا حاطه فيها ايه، افرد برضو بنفس الشكل، نفس الشكل كده، شكل مستطيل. حتى لو اتقطعت اعالجها. هاتن بس الصينية واتن ايدي. فردتها اهو، اخد من الخلطة الحشوة واحط. الف بنفس الشكل. واحط حوالين التانية. لغاية ما اخلصهم كلهم دايرة. ادي اخر واحدة معايا اهي. افرد كده صوابع ايديا كده. واحط من الحشو. طبق بنفس الشكل اهو بالراحه كده، وسايس العجينه كده عشان ما تتقطعش معايا.
احاول الم 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 احطها حوالين العجينه الثانيه. بالشكل ده كده معايا حبه لبن وفرشه هاتين وش العجينه. معايا شويه حبه البركه، اخيرا جبت حبه بركه، حبه شويه البركه كده ورش كده اهو على وش الايه البوريك. تمام، انا هسيب العجينه دي ترتاح شويه، حجمها يتضاعف وهدخلها الفرن. بعد ما تطلع من الفرن هوريكم شكلها عامل ازاي. تمام، هي حبايبي بعد ما طلعت من الفرن شكلها اهو، شكل البوريك بعد ما طلع من الفرن اهو، شكلها جميل، عجينه خفيفه وحلوه، والحشوه بتاعتها تحفه، تتاكل جنب كوبايه شاي في عشاء في غدا، حاجه جميله. اتمنى كده تنزلوا تحت على كلمه اشتراك وتفعلوا الجرس، واشوفكم فيديو جديد. مع السلامه.